بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورات بحرية هي السادسة في عام ونصف العام، تحاكي رصد واعتراض صواريخ باليستية مفترضة مصدرها كوريا الشمالية. تجري المناورات قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية واليابان، ومن المقرر أن تستمر ليومين. تشارك في العملية سفينتان أمريكيتان وأخرى كورية جنوبية وسفينة يابانية. المناورات تهدف إلى التدرب على متابعة مسار صاروخ ما وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة، وتأتي بعد أقل من أسبوعين على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات سقط في البحر قبالة سواحل اليابان. أنهت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي مناورات جوية وصفت بأنها الأكبر في تاريخهما. ارتفعت حدة التوتر تدريجيا في السنتين الماضيتين في شبه الجزيرة الكورية بسبب انتهاكات كوريا الشمالية المتواصلة للقرارات والعقوبات الدولية المتعلقة ببرنامجيها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.